نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي 11 من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة. في وقت سابق شن العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي 17 غارة في عدة منشآت على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وجرح 57 كحصيلة نهائية.